نعمي انت من احبائي. ذوقك يا درش. سيدي المعلمين، ما هو انت لو عملتيه الصبح يبقى انا رزتك ازاي؟ انت هتعملي ايه؟ هتعمليه دلوقتي وتيجي الصبح تعمليه، ماشي؟ الملكة لما تقول حاجة تتنفذ، ويلا نجري جوه. حاضر. حبيب قلب امه، يا اختي اهلا يا اختي اهلا، نورت بيتك يا حبيب امك. عامل ايه؟ بقيتلي في السيدة ولا كنت بتفشري عليا صفصف؟ لا لا يا حبيبي، دعت لك بالهداية وراحت البال بالذرية الصالحة. دعت لي بالذرية الصالحة؟ ظهر كده انك هتساعد قبول راضي ولا قسم ربنا سيب البت نرجس تخلف. لا بجد يا حبيبي، ربنا يريح قلبك، ربنا يريح قلبك يا حبيبي، ربنا يريح قلبك. على فكرة في موضوع كنت عاوز أقول لك عليه. بكرة. ما أقول لك دلوقتي يا ولد. بكرة بكرة بعد الفطار بنزل أشرب معاك القهوة وأحكي لي براحتك. طيب يا حبيبي. ما تقول البت سعدة بس تخلي البت نرجس تطلع عندي وخليها تسندها لحد فوق عشان اللي بطنها. حاضر يا حبيب قلب، يا حبيبي ألف بركة، يا حبيب قلب أمك، ربنا يبارك لك ويفتح لك كل الابواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا سعاده؟ في ايه؟ المعلم جعفر عايز الست نرجس تطلع له فوق. بس النهارده ليلتي. انا مالي؟ هو قال للحاجه تقولي ان انا انده على الست نرجس تطلع له. قولي للحاجه تقول له ده ظلم، افترى، قهر. حاضر. خلاص انا موافق تخلي اللي في بطنك. بس أنا نزلته.